لو عايز تستمتع بالفيو ده من المكان ده وما تدفعش غير 10 جنيه، كمل الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يوم جديد من ايام الجمال في جزيرة الروضة، وخروجة ب10 جنيه وجلسة على النيل ولا اروع في حديقة الفنون في شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيان. زي ما حضراتكم شايفين حديقة على النيل مباشرة، فيها جلسات بنشوف منها نفس الفيو الموجود في الأماكن الغالية اللي جنبها. الحديقة فيها ملاهي وفيها كافيتيريا وفيها مسجد، والأهم فيها خضرة وفيو جميل. دي أماكن الجلوس لو مش عايز تقعد على كراسي الكافيتيريا، وبالتالي ما تدفعش غير 10 جنيه تمن تذكرة الدخول. في هنا ملاهي زي ما قلنا، ملاهي صغيرة كده للأطفال. تعالوا نشوف الألعاب الموجودة فيها. كمان اماكن اهو للجلوس، وفي هنا استوديو اسمه استوديو الفنون، ده بيعمل تصوير بالملابس التاريخيه زي اللي موجوده في شارع المعز. الحاجات الحلوة هنا ان في مصلى او مسجد اسمه مسجد التوبة، وفي جزء مخصوص للسيدات زي ما حضراتكم شايفين، مساحات خضراء على النيل مباشرة. تعالوا بقى نقرب من المية والفيو الجميل. زي ما حضراتكم شايفين قاعدة حلوة على النيل مباشرة، وأسعار الكافيه معقولة، يعني الشاي مثلا ب15 جنيه. وده الفيو، احنا كنا عملنا الباخرة هابي دولفين هتطلع في دايرة الآي. حديقة الفنون جنبها على طول وليها نفس الفيو. الحلو ان في مساحة للولاد يجروا ويلعبوا، وفيها جزء هنشوفه كمان شوية في مساحات خضراء اكتر، وبيتوسطوا تمثال لأحمد رامي، للشاعر أحمد رامي. كنت بشوف في ناس بتجيب سنارة وبتصطاد في المكان، مش عارف لو لسه مسموح بيه ده لغاية دلوقتي ولا لأ. تمثال احمد رامي اللي كلمت حضراتكم عليه. دي كل حاجة النهاردة، خروجة على قد الايد في مكان جميل، ونفس فيو الكافيهات الغالية اللي موجودة في شارع عبد العزيز آل سعود. اشكركم على طيب المتابعة، تمنياتي بقضاء افضل الاوقات، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.